السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير، حياكم الله من جوار مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، تحديدا في المركزية الشمالية. هذا هو فندق قصر الأنصار، ما شاء الله. خليني كده بس أصور لكم كده لمحة بسيطة عن الفندق. أنا ما جاي أصور الفندق، لكن جاي أصور المرافق اللي حول الفندق، أقصد بالمرافق اللي هي المحال التجارية. ونحن قبل كده سوينا فقرة وسحبنا عليكم اللي هي فقرة دوران حول الفندق، ونصور لكم المحلات التجارية. اللي يميز فندق قصر الأنصار، تمام، اللي هي المحلات التجارية المهمة. يعني على سبيل المثال عندنا مغاسل، موجود في مغاسل، عندنا مطاعم، واللي كثير من الناس يدور عن المطاعم ترى المطاعم بكثرة موجودة في هذا الفندق. يعني على سبيل المثال خلونا ناخذ لفة، وحيكون يعني منطلق الجولة هذه من هذا المطعم. هذا المطعم اللي يظهر انه مأكولات باكستانية، هندية، بنغالية، كلها يعني خيار يعتبر ماشي مقبول، لانه بحكم انه المنطقة المركزية ما فيها خيارات كثيرة، فهذا يعتبر من ضمن الخيارات الطيبة. وميزة انه في عنده فطور وعشاء وغداء ما شاء الله. واللي يظهر انا شايف من الداخل ما شاء الله نظيف، شوفوا كيف النظافة من الداخل ما شاء الله. اهلا مدير، معليش ما شافني. طيب الآن كذا نحن طلعنا إلى طريق الملك فيصل، شايفين هذا طريق الملك فيصل اللي هو طريق الدائري الأول. عشان بس تعرفوا فندق قصر الأنصار إن شاء الله أنه ما يضيع، هذا مبنى الداودية، وهذه المنطقة اللي هي حي المصانع كلها خلاص أزالوها، لأنه كلها حتصير يعني منطقة مطورة. هنا عندنا دانكن، يعني أيضا من الناس اللي يقصدوا، ولو أنه هذا ما هو داخل معنا يعني في من ضمن التغطية، لكن من باب أنه ننوركم بالمحال التجارية والمطاعم، لأنه كثير من الناس يعاني من موضوع المطاعم. للأسف مطاعم كبيرة ما في عندنا في المنطقة المركزية، فحنكمل طريقنا عشان نصور لكم المطاعم أو المحال التجارية اللي هي محيطة بفندق قصر الأنصار. لازلنا في فندق قصر الأنصار، ويا سلام. وهنا عندنا سوبر ماركت، أيضا سوبر ماركت يعني قد تقوم في مقام بعض الأحيان اللي هي موضوع المطاعم، ممكن تأخذ منها شيء خفائف، خصوصا اللي جاي يوم واحد على المدينة، فأتوقع ممكن ما حيحتاج أنه مثلا يبحث عن مطاعم، يعني يمشي أموره بالشيء الموجود. تمام، مثل ما ذكرنا هذه السوبر ماركت على اليمين كذا، وهنا عندنا محل لبيع الإكسسوارات والهدايا والشنط وما إلى هنالك. ثم عندنا محل تمور، وهذه أيضا مغسلة ثانية. يعني شوفوا قصر الأنصار عنده مغسلتين، عنده مغسلة هنا ومغسلة في الجهات الخلفية، فهذه أيضا تخدم الزوار في هذه المنطقة. ثم عندنا البوابة أيضا الخلفية اللي جيناها، تمام. ثم عندنا هذا المطعم، هذا المطعم ما شاء الله من المطاعم اللي فتحت جديد. طبعا هذا المطعم خاص بالمأكولات الأندونيسية، تمام، في عنده خيارات عديدة وأسعاره أنا اطلعت عليها، أسعاره لا بأس بها، واللي يميزه يعني جلساته الجميلة ما شاء الله، وحتى في جلسات داخلية. والمطعم اللي يظهر لي ما شاء الله يعني نظيف ما شاء الله، والعمال ما شاء الله مرتبين، ويعني الملابس كلها أنيقة وموحدة. بعض المطاعم للأسف يعني ممكن من خلال النظرة تجد أنه مثلا يعني ما في تنسيق في موضوع الملابس وكذا والأمور هذه. من الأشياء الثانية أيضا اللي فتحت جديد في منطقة قصر الأنصار، فندق قصر الأنصار، هذا المطعم الجديد، مطعم أصحاب المدينة. هذا أيضا مأكولات باكستانية، هندية، بنغالية وما إلى هنالك. فترة الصباح يبيع هذه الأشياء، لكن فترة الظهر يعني الفترة من الآن من الساعة 11 تجد أنه عنده الرز والدجاج بأنواعه ما شاء الله، دجاج فحم، دجاج شوائي، كل هذه موجودة عنده. بعدها عندك هنا في هذه الجهات اللي هو محل مكسرات، محل يعني ما شاء الله مأكولات كذا بسيطة، في عنده كثير من أنواع التمور وأنواع المعاميل كلها موجودة ما شاء الله عنده. هلا مدير، كيف الحال؟ مية مية إن شاء الله، ما شاء الله الحمد لله كويس، شكرا شكرا. وهنا عندنا الحمص الريفي، هذا أيضا مطعم آخر اللي هو الحمص الريفي، وأظن له فروع في المدينة موجودة، ويعني يعتبر خيار جيد ما شاء الله ما شاء الله. يعني صار في عندنا الآن خيارات متعددة. وهنا في عندنا كافيتيريا موجودة تخدم المنطقة اللي هي
في هذه الجهات ما شاء الله. الآن احنا وصلنا تقريبا إلى المنطقة اللي كنا نصور فيها، وهنا عندنا حتى في بقالة عند هذا الفندق، يعني ما شاء الله صارت المنطقة شبه مخدومة في هذه الجهة، أقصد في جهة فندق قصر الأنصار. وهنا عندنا محلات ملابس زي ما شايفين، الأسعار على 25 30 75، الأسعار ما شاء الله طيبة. وهنا وصلنا إلى بداية الانطلاقة، هذه المغسلة أيضا موجودة. ربما الأسعار هنا تكون زيادة عن برا، يعني تختلف بحدود ريال ريالين. خلينا مثلا نشوف هنا ما شاء الله ثوب أو الغطرة والشماغ، السعر العادي ب6 ريال، الأسعار غالية هنا. الثوب الأبيض طبعا هذه تسعيرة غسيل والكوي مع بعض، نحن الغسيل والكوي في الشماغ برا ب3 ريال، هنا 6 ريال، يعني دبل. تمام، يعني هذه أحد الخيارات، يعني إذا ما عندك ملابس كثير فممكن أنك تمشي أمورك في هذه الجهات. تمام، خلاص هذا هو المطعم اللي نحن صورناه قبل شوي. يعني أشوف المنطقة ما شاء الله فيها خيارات عديدة. الآن نحن حنتجه إلى المسجد النبوي الشريف عشان نوريكم يعني من فين يعني ممكن الواحد يروح من المسجد النبوي الشريف إلى هذه المنطقة. تمام، هذا المطعم اللي صورناه في بداية الأمر، الآن نحن حنتجه إلى المسجد النبوي الشريف. تمام، خلوكم معنا كذا ما شاء الله. المنطقة يعني مشي على الأقدام ممكن ما تستغرق معك إلا حدود يعني خلينا نقول 3 دقائق، يعني بحد أقصى. المنطقة قريبة جدا، بعض الناس إذا وضعته في هذه الجهة يقول لك بعيد، المنطقة بعيدة عن الحرم، هي ما هي بعيدة بالعكس، منطقة قريبة جدا. الآن أنت حتمشي من هذه الجهة حيكون الشام الإقليمية، فندق الشام الإقليمية على يدك اليسار، وحتمشي إلى الأمام خلاص طوالي حيكون عندك فندق أجنحة الطيبة وواجهة الطيبة في أمام، يعني أمامك حيكون في وجهة، وهذا فندق العقيق المدينة اللي في الصف الثاني. هذا الفندق 5 نجوم، وذكرنا لكم أسعاره تقريبا الليلة الواحدة حدود 700 ريال، باعتبار أنه 5 نجوم، باعتبار قربه من المسجد النبوي الشريف. بقية الفنادق اللي هي أبو 3 نجوم يعني يبدأ أسعارها بحدود 300 ريال، 350 ريال، نادرا ما تجد أقل من 300 ريال، إلا اللي جاي بحملة كبيرة ويعني حياخذ عدة غرف، فهنا ممكن يكون في سعر آخر. شايفين هذه المنطقة المركزية الشمالية، طبعا المقصود بالمركزية الشمالية اللي هي منطقة الفنادق، لو تلاحظوا هذه المنطقة خلاص خاصة بالفنادق، يعني ما يصير انه يدخل فيها يعني اي شيء اخر. طبعا من ضمن الفنادق يعني او حيدخل في جزئية الفنادق موضوع المحال التجارية اللي حول الفنادق والاسواق التجارية، الاسواق التجارية في الداخل، اما اشياء مثلا صناعية ورش غير كذا هذه ما تحصلها في هذه المنطقة، يعني عشان ما تشوه المنظر. هنا عندنا سوق تجاري، مركز تجاري في الداخل، إن شاء الله نفرد لكم بتغطية خاصة. كده وصلنا أمام فندق اللي هو واجهة الطيبة، هذا اللي أمامنا واجهة الطيبة ما شاء الله، واللي على اليسار اسمه أجنحة الطيبة. تمام، واللي فيه مركز طيبة التجاري اللي هو أول سوق في المركزية تقريبا من أقدم الأسواق، هذا هو ما شاء الله. طبعا في الأسفل السوق في الأسفل، لكن أتكلم عن الفندق. وهناك فندق أنوار المدينة موفنبيك، وفندق دار الإيمان انتركونتيننتل، ثم واجهة الطيبة وأجنحة الطيبة. ونحن حندخل من تحت الكوبري، من تحت الجسر هذا اللي يصل بين الفندقين، وبكذا نحن نكون وصلنا إلى المسجد النبوي الشريف. أتوقع ما أخذ معنا الطريق أقل من 3 دقائق، نحن قلنا فوق 3 دقائق أو 3 دقائق، أظن ما وصلت إلى 3 دقائق، إذا وصلت يعني خير وبركة. وين حنوصل؟ حنوصل عند باب رقم 330 اللي هو الخارجي، أما الداخلي أمام مصلى النساء باب رقم 17، وقريب أيضا جدا على مصلى الرجال اللي هو باب رقم 19. باب رقم 19 هو أول باب من هذه الجهة للرجال،
حيكون الدخول منه. فالحمد لله هذه كانت تغطيتنا، إن شاء الله أنه تكون هذه التغطية مفيدة ونافعة، وسامحونا في بعض المرات يعني ننقطع عنكم، لكن نظر الانشغالات والآن نحن عندنا إجازة، فالإجازة هذه شغلنا بأشياء ثانية. فنسأل الله التوفيق للجميع، وإن شاء الله ربنا يرزقكم زيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة. هذا باب رقم 18، أنا ذكرت أنه 19 هو أول باب، أول باب هو 18 تمام، وهذا باب الملك فهد باب رقم 22. ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.